أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مواقع حساسة في الإمارات، بينها قاعدة الضفرة الجوية جنوبي العاصمة أبوظبي ومواقع أخرى في منطقة دبي، ونصح الشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة وأنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أفادت أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الإمارات، بينما دمرت الدفاعات السعودية صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه طهران التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة، لم ينجم عنهما أي خسائر بشرية وتساقطت بقاياهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي. وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة. التحالف السعودي الإماراتي بدوره أعلن عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، وذلك ضمن عملية عسكرية ضد المواقع الحوثية، قال إنه بدأها ردا على التهديدات. إلى ذلك طالبت السعودية مجلس الأمن بوضع حد لسلوك الحوثيين العدواني. وفي بيان نادر نصحت السفارة والقنصلية الأمريكيتان في دولة الإمارات رعاياها بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني. ويأتي الهجوم الجديد على الإمارات بعد أسبوع من هجوم شنه الحوثيون على أبوظبي الاثنين الماضي، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.